نيجي للسؤال اللي فعليا بدنا نجاوبه وعم بيجيني كثير، اللي هو ايش هي الاوراق اللي راح تنطلب مني فعليا لما اقدم او عشان اقدر اقدم لبرنامج الماستر، وشو هي البروسيجر؟ طيب خليني احكي انا عن تجربتي الشخصيه وانا ايش اللي مريت فيه وايش الاوراق اللي انا انطلبت مني، وانت قيس على هذا الموضوع. اول شيء فعليا انك انت بدك تدخل على الطلب اونلاين، يعني بدك تدخل تقدم اونلاين. اللي بينطلب منك فعليا شهاداتك الجامعيه، انا كمقيم في دوله قطر بينطلب مني QID قطر ايدنتيفيكيشن دوكيومنت، اللي هو الكارد، البطاقه، الهويه الشخصيه، سميها اللي بدك اياه. اللي غير مقيم اتوقع بينطلب منه نسخه من جواز السفر، فانت بينطلب منك شهادات الجامعيه وكوبي او صوره عن البطاقه الشخصيه او جواز السفر للناس اللي ما معهم اقامه. انطلب مني كمان انا اتخيل او حسب ذاكرتي صوره عن جواز السفر كمان، فانت فعليا الشهادات الجامعيه وصورة عن البطاقة الشخصية أو البطاقة الإقامة في قطر وصورة عن جواز السفر. طبعا كمان راح تقدم صورة عن الترانسكريبت تبع الجامعة، اللي هي صورة عن كشف العلامات الجامعي مختوم مصدق وإلى آخره، طبعا حسب الأصول. والأختام والتصديقات اللي أنا فعليا كانت على الشهادات تبعتي وعلى الأوراق تبعتي هي التصديق من وزارة التعليم العالي في الأردن، والتصديق من وزارة الخارجية في الأردن، والتصديق من السفارة القطرية في الأردن، والتصديق من وزارة الخارجية الموجودة في دولة قطر. فهذول الأربع تصديقات. أنا حكيت عن تصديق الأوراق في فيديوهات مختلفة على التشانل، فإذا بتحب تعرف روح احضرهم. وطلبوا مني إشي، الإشي اسمه فحص اللياقة الصحية أو الطبية أو البدنية، إنك أنت لائق صحيا. وهذا الفحص مش نفسه الفحص اللي أنت بتعمله لما تيجي على دولة قطر لإصدار الإقامة، لا، بتروح على مكان الفحص الطبي بتحكي لهم أنا بدي أعمل فحص طبي للدراسة في جامعة قطر للماستر. هم عارفين شو راح يسوي، راح يقول لك 1 2 3 4 بتسوي، بس خد معك صورتين، لأنه أنا ما كان معي صورتين، قعدت أدور على مكان أتصور فيه وكان آخر يوم لتقديم هاي الورقة، فدير بالك. وراح يطلب منك برضو من الأشياء اللي ترفقها خلال عملية التقديم على برنامج الماستر في جامعة قطر صورة شخصية اللي هي تبعت حجم الباسبور، وباك جراوند تكون I think يا زرقاء يا بيضاء، بس أنا صراحة قدمت صورة ما كانت الخلفية لا بيضاء ولا زرقاء، أنا قدمتها كانت جري. بس هي طبعا صورة فورمال، يعني ما تروح تقدم صورة سيلفي ولا صورة. طبعا حتى السيلفي باي ذا واي بتقدر تعملها، بس لها شروط. لما تدخل على البرنامج وتكون بدك تصدر البطاقة الجامعية بيحكوا لك شو الشروط اللي هي لازمة إذا أنت بدك تاخذ سيلفي وتبعت لنا إياها لحتى نحطها على البطاقة الجامعية. بطلبوا أكيد زي أي جامعة وأي برنامج ماستر نتائج امتحانات اللغة الإنجليزية الآيلتس والتويفل إذا عندك إياهم، او في بديل انا قدمته فعليا كان مطلوب انه انت بتقدر تقدم اشي اسمه English Waiver او English Proficiency Waiver I think هيك كان اسمه، انك انت دراستك في الجامعة كانت باللغة الانجليزية، دراستك وامتحاناتك في الجامعة كانت في اللغة الانجليزية، واختي عارفين كل يومها راحت على الجامعة الاردنية وطلبت English Proficiency ويبر. هي صحيح جابت لي كل الاوراق اللي انا ما بدي اياهم، بعدين جابت لي الانجليش بروفيشنسي ويبر، بس بالاخر جابت لي اياها انه تهمت مي كونسنت ذات انه الدراسه في الجامعه الاردنيه كانت والامتحانات والسكورز والتست في الجامعه الاردنيه كانت باللغه الانجليزيه، وبختم عليها وبوقعوها وبتصدقها حسب الاصول، وبتقدمها بيعفوك من امتحان تويفل وامتحان الايلتس، وبطل مطلوب منك التست او السكور تبع التست تبع اللغة الإنجليزية، لأنه أنت دراستك أصلاً في اللغة الإنجليزية. راح يطلبوا منك إشي اسمه رسالة توصية، بس راح يطلبوا منك رسالتين، إما بتجيبهم من 2 أكاديميين درسوك في الجامعة، أو بتجيبهم من اشتغلت معاهم في المكاتب الهندسية، أو واحدة من هون وواحدة من هون. أنا جبت واحدة من هون وجبت واحدة من هون، مشكور دكتور وائل الأزهري على رأسي الله يخليك، أعطيتني هاي الشهادة أو هذه الرسالة المطلوبة. وطبعا صديقي شاكر خليف اللي هو أنا اشتغلت معه أول ما تخرجت برضو أعطاني هاي الريكومنديشن لتر، ومش مطلوب أنك أنت لا تختمها ولا تكون مروسة من مش عارف وين ولا أي شيء، هي رسالة موجهة من هذا الدكتور، بيحط الكونتاكت تبعه، بيحط معلومات الإيميل والبوزيشن تبعه واسمه والآخره بآخرها عند التوقيع، وكان الله بالسر عليهم. طبعا نفسها إذا اشتغلت مع مكتب هندسي فبتأخذها، يعني ما بيهتموا للترويسة والأشياء هاي، هي بدها تكون بس لتر موجهة من هذا الشخص للجامعة انك انت شخص ابن عالم وناس، القصص تبعت شغيل ومحترم وشاطر وما في منك والله خلقك وكسر القالب فكل هاي الامور موجودة في اللتر، وان شاء الله انه
تكون موفق. بطلب منك يا معلم، انت ليش بدك تدرس الماستر في هذه الفترة، في هاي السنة، في هاي الجامعة وفي هذا التخصص؟ بصراحة انا اللي بتذكر اني تفلسفت كثير في هذا الموضوع، بس حطيت اشي حقيقي يعني، بس فلسفته وبهرته وزبطته، بس كنت straight to the point to honest في هذه الموتيفيشنال لتر. ودير بالك من هذا الموضوع كثير منيح، لانه انا قدمت على منحة في بريطانيا وبهرت زي ما بدك وزيادة، وحطيت كل الاكاذيب اللي ممكن حدا يحطها في الموتيفيشنال لتر، وعشت اجواء الطفولة في هاي الموتيفيشنال لتر، والحمد لله كنت rejection، اخذت او وصلني rejection على هذا الموضوع. I think بسبب انه بعرض اختك شو اللي قاعد تحكي في هاي الموتيفيشنال لتر. حزنت عليك والله، تأثرت لي لحظة ابكي. في الجامعة الألمانية الأردنية ما كان في موتيفيشنال لتر على حسب ذاكرتي، فبس قدمت أوراق والحمد لله تم القبول، لأنه ما لحقت أكذب بشيء. في جامعة قطر يمكن كنت ناضج أكثر في هاي الفترة، وما حطيت literally ما حطيت ولا كذبة واحدة في الموتيفيشنال لتر، غريب ما بعرف كيف، بس ما حطيت ولا كذبة واحدة في الموتيفيشنال لتر، كنت straight to the point وحكيت اللي أنا بدي إياه أصلا، والحمد لله أجا القبول. فدير بالك في موضوع الموتيفيشنال لتر، لازم تكون مرتبة بروفيشنال وصادقة، وجو اهيد ودونت اوفر ثينك عن هذا الموضوع اللي عندك، حطه ان شاء الله انك تتوفق. واخر شيء كل هذول بتجمعهم تحطهم في فولدر، تفتح الويب سايت اللي انا ناسي شو، بحاول احط لكم اياه في صندوق الوصف، وبتحطوا لي في الكومنتس اذا انا ما حطيته او نسيت احطه. بتدخل على هذا الويب سايت، بتعمل البروفايل تبعك، وبتقدم، ترفع كل هذول الاوراق. اي ثينك في مكان راح يخليك تدور على الجامعه اللي انت اوريدي درست فيها، فبتطلع هاي الجامعه وبتحطها. مثلا انا كنت في الجامعه الاردنيه في الهرم زي بنحط، فحطيتها بهذا المكان، رفعت كل الاوراق المطلوبه، مش شرط ترفعهم كلهم مع بعض وانس انك فتحت الويب سايت، عادي عندك فتره تضلك تفتح وتسكر وتعدل وتشيل وتحط هاي الدوكيومنتس لحد ما يجي الديدلاين تبع التقديم. بعدين تخلص امورك تمام، توصل لمرحله عمليه الدفع اونلاين. الدفع اي ثينك تدفع على الفورم هذا يمكن يا 250 ريال يا 300 ريال، عشان اللي بيسالني قديش بالدولار، فاي ثينك انه الدولار 3.6 ريال، واللي بيسالني قديش بالدينار اي ثينك انه الدينار 5.19 ريال. فتقدر تعمل عمليه الكونفرجن او التحويل من هاي الكرنسي لهاي الكرنسي. واذا كنت ناوي انك تقدم وحبيت انك تسالني اي سؤال، اطليها في الكومنتس، وان شاء الله اني انا بجاوب على كل هاي الاسئله من فتره لفتره. باخذ اسئله من اسئله المتابعين وبحطهم في فيديو وبجننكم وبحطهم على الشانل. من هون اشوفكم ان شاء الله في دوله قطر. لا تنسوا تعملوا لايك وشير سبسكرايب، وتدخلوا على gsubai.com وتشتروا اللي بدكم اياه. سلام.